عموما انا معايا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح اهلا الفل بك يا فندم. اهلا بحضرتك فندم. يعني درجات حراره مرتفعه بشكل ملحوظ، واحنا لسه ما دخلناش في الاجواء الصيفيه، الوضع الفتره اللي جايه هيكون عامل ازاي يا دكتوره منار؟ بالفعل يمكن احنا كمان بدانا من اليوم ارتفاع في درجات الحراره في اغلب محافظات الجمهوريه، هيبدا ياثر علينا كتل هوائيه صحراويه هتؤدي لارتفاع درجات الحراره الاربع والخميس وكمان يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. الكتل الهوائيه الصحراويه هتخلي النهارده درجات الحراره ترتفع بحوالي من درجتين الى 3 درجات، العظمى اليوم على القاهره الكبرى توصل ل 35 درجه مئويه، جنوب الصعيد توصل ل 44 درجه مئويه، فبالتالي اجواء اليوم هتكون اجواء حاره على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى، شديده الحراره على المناطق الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. خلال فترات الليل كمان هنحس ان درجات الحراره ارتفعت، لأن الصغرى فترة الليل توصل ل 25 درجة مئوية، أجواء أكثر اعتدالا من الليالي الماضية في أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم هنبدأ نتأثر بنشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، لكن في غرب البلاد هيكون في الصحراء الغربية بعض المناطق من مطروح والسلوم وسيوة، وده بدوره هيؤدي لانخفاض وتدهور رؤية أفقية، لأن في سرعات رياح عالية في المناطق الغربية هتؤدي لمزيد من الأتربة والرمال المثارة مع وجود اليوم الامطار على بعض المناطق المتفرقه من الجمهوريه، السواحل الشماليه الغربيه للبلاد وهي امطار خفيفه طبعا، تمتد الامطار لمناطق من محافظات الوجه البحري فتره المساء، وقد تصل للقاهره الكبرى كمان، هتكون رعديه على وسط الصعيد، سلاسل جبال البحر الاحمر حلايب وشلاتين مرسى علم، بعض المناطق من الصحراء الغربيه. ذروه الحاله الجويه وذروه ارتفاع درجات الحراره هتبدا معانا الخميس ان شاء الله بكره، لان المنخفض الجوي اللي بياثر علينا في غرب البلاد هيبدا يأثر على المناطق الداخلية، يبدأ يتحرك باتجاه الشرق فيأثر على المناطق الداخلية. فغدا الخميس هيكون ارتفاع ملحوظ في الحرارة، عظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 38 درجة مئوية فترة النهار. كمان نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة هيكون موجود معانا غدا إن شاء الله في أغلب محافظات شمال البلاد، لأن المنخفض الجوي الحراري أو الخماسين اللي موجود في الصحراء الغربية هيكون معاه سرعات رياح غدا تتجاوز ل 40 كيلومتر على الساعه، فبالتالي هتكون مثيره للرمال والاسربه، وده بدوره هيؤدي طبعا لتدهور وانخفاض رؤيه افقيه خاصه على الطرق الصحراويه والاماكن المكشوفه الموجوده في الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناه وسواحلنا الشماليه الغربيه والصحراء الغربيه، مع استمرار فرص الامطار اللي هي ممكن تكون في بعض الاماكن الرعديه. وننبه هنا ان السحب الرعديه والاماكن اللي هيكون فيها سحب رعديه، السحب الرعدية هيكون معاها رياح هابطة هتزود سرعات الرياح اللي احنا اتكلمنا عليها، فممكن يبقى في مزيد من الأتربة والرمال المثارة مع يوم الجمعة. الحالة مكملة معانا لكن بصورة أقل من يوم الخميس، وإن شاء الله مساء الجمعة صباح السبت يكون في تحسن في الأحوال الجوية. أستاذ كريم، مهم جدا ننصح كل السادة المواطنين لازم نتابع النشرة الجوية، لأن وارد يحصل تغيير في سرعات الرياح بشدة الحالة الجوية. مهم كمان مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، لو نقدر نأجل مشاورنا بكرة الخميس الايام اللي بعد كده ده ضروري جدا، لو احنا خلاص هنضطر للخروج لازم نرتدي الكمامات، مع سرعات الرياح العاليه نبتعد عن اعمده الاناره، اجهزه الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، المباني المتهالكه، والقياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق وخاصه الطرق الصحراويه والطرق السريعه، وبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر للاشعه. لا كده واضح ان احنا فعلا لازم نتابع النشره الجويه وبشكل يومي، بس المهم ان احنا نتابعها من مصدرها الرئيسي والاساسي، لان ساعات كل فتره والتانيه الامر ما يخلاش برضه السوشيال ميديا يعني بينتج عنها بلبله في بعض الاحيان. بالمناسبه امبارح كان في كلام كتير على السوشيال ميديا بيقول ان النهارده هيكون في برضه عاصفه ترابيه زي اللي شهدناها الاسبوع اللي فات، وما كانش الكلام واضح. حضرتك اللي وضحتي ان الكلام ده هيكون في الجزء الغربي من البلاد، فما نسيبش نفسنا عرضه للسوشيال ميديا، ناخد المعلومه من مصدرها الطبيعي. وطبقا لكلام حضرتك ده كده اهالينا في الصعيد النهارده بكره هيحضروا شقلبظات جويه انجاز التعبير، يعني ما بين درجه حراره 44 ورياح محمله بالرمال والاتربه وامطار قد تصل الى ان هي رعديه، فده جو عجيب شويه دكتوره منار. بالفعل هو جو يعني عجيب، بس دي التقلبات الجويه الحاده والسريعه اللي احنا دايما بنقول عليها فصل الربيع، الربيع فصل انتقالي بيحصل فيه تغيرات جويه حاده وسريعه، يمكن كمان يعني خلينا نقول ان التغيرات المناخيه بتاثر في الحالات الجويه اللي شبه دي، خلت الحالات الجويه بقت اكثر عنفا، يعني احنا متعودين على الامطار الاتربه ارتفاع درجات الحراره، لكن التغيرات المناخيه بدات تاثر هنا مع عنف الظواهر الجويه اللي بتاثر علينا. الخميس يعني الناس كلها بتتكلم ان النهارده هيبقى في مشاكل، لا هو يوم الخميس
هو اللي نخلي بالنا منه. بكره ان شاء الله الخميس يعني غدا هيكون في تقلبات جويه حاده وسريعه، ارتفاع في الحراره ملحوظ، نشاط رياح مثير للرمال والاتربه، الاتربه والرمال المثاره ممكن تؤدي لتدهور رؤيه افقيه على الطريق، ممكن ما نبقاش شايفين قدامنا ال 1000 متر. يعني الكلام ده حتى في القاهره دكتوره منار؟ بكره ان شاء الله حتى في القاهره، خاصه على الطرق يعني الاماكن القريبه من المناطق الصحراويه او الاماكن المكشوفه بشكل كبير. هيكون بكره معانا كمان في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا سواحلنا الشماليه الغربيه ومدن القناه وشمال الصعيد. طيب يعني اغلب محافظات الجمهوريه بكره ان شاء الله هتتاثر بالعوامل الجويه المختلفه. طب الاجواء الربيعيه المتقلبه الحاده دي هتنتهي امتى؟ يعني امتى هندخل بقى في فصل الصيف بشكل رسمي ونوصل لمرحله ان 43 و46 و47 كدرجات حراره ده الرقم العادي اللي هنقعد عليه كام شهر؟ ابتداء من امتى بقى؟ ان شاء الله فصل الربيع هينتهي 20/6، يعني تقريبا نقول اسبوعين، ويبدا فصل الصيف 21/6. تدريجيا هنلاقي فرص استقرار الاتربه والرمال المثاره بتقل مع دخولنا في فصل الصيف، يعني مع نهايه 6 وبدايه 7، ونبدا بقى نستقبل فصل الصيف بالرطوبه العاليه اللي احنا متعودين عليها في فصل الصيف اللي بتخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره. طبعا طبعا تمام. انا شاكر لحضرتك وجودك معانا، جزيل الشكر يا دكتوره منار. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا.